المضمضة والاستنشاق مباحان للصائم، إذ أن بعض الصائمين يكتفي بغسل مقدم فمه أو أنفه بحجة أنه صائم، وهذا خطأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني الإنسان في أثناء الاستنشاق بيدخل الماء إلى أعلى الإيه؟ الأنف، وده في غير نهار رمضان يعني. وكذلك في المضمضة يدخل الماء إلى داخل الإيه؟ الفم. ده اسمها المبالغة في الاستنشاق، يعني مبالغة في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما. لكن الإنسان لو صائم يجوز له أن يستنشق ويجوز له أن يتمضمض، ولكن بدون مبالغة في إدخال الماء إلى أقصى الأنف أو إلى أقصى إلى أقصى الفم. لكن على كل تقدير يجوز له أن يتمضمض وأن يستنشق. بعض الناس ربما تجده يعمل بطرف أصبعه هكذا على، لا، إن المضمضة، لأن غسل الوجه أصلا ده ركن من أركان الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. والمضمضة والاستنشاق داخلان في الايه؟ داخلان في الوجه. يعني لأن بعض الناس ربما يظن أن المضمضة دي سنة، لا، داخلة في الايه؟ داخلة في غسل الوجه.